ومع أحد المقادير المهمة جدا وهي العزوم الكهرومغناطيسية للنواة أو Nuclear Electromagnetic Moments. الفكرة بطبع ذكر أن القوة النووية إذا عفوا القوة القوية أوكي اللي هي Strong Force إذا هي قوية بالنسبة للقوة الكهرومغناطيسية أوكي وبالطبع هي تؤثر فقط في المجال النووي على عكس القوة الكهرومغناطيسية التي تؤثر في المجال النووي والجسيمات والذري والحبيبي وأيضا في الميدان الميكروسكوبي. الآن الفكرة هي أن النواة أوكي هي بناء أو نظام أوكي حدد من طرف القوى القوية. The strong nuclear interaction establishes the distribution and motion of nucleons in the nucleus. والآن نريد إذن تحديد خصائص هذا distribution. We probe that distribution with the electromagnetic interaction. يعني باستعمال القوى الكهرومغناطيسية. In doing so, we can use electromagnetic fields that have less effect on the motion of nucleons. عندما نقول electromagnetic interaction, عندما نقول electromagnetic fields أو electromagnetic force أو electromagnetic potential energy, فنحن نتكلم عن نفس الظاهرة اللي هي الظاهرة الكهرومغناطيسية. وبالتالي بالرغم من أن القوة الكهربائية تؤثر على البروتونات ولكن تأثيرها أوكي هو أضعف من تأثير القوة النووية وبالتالي نأمل عندما نستعمل القوة الكهرومغناطيسية نأمل أن تأثيرنا على النواة يكون ضعيف أوكي وبالتالي إذا this electromagnetic field أو electromagnetic force they have less effect on the motion of nucleons than the strong force of the nuclear environment وبالتالي Our measurements do not seriously distort the object we are trying to measure. وكلكم تعرفوا ال paradoxes أو الفكرة عندما درستوا ميكانيكية مثلاً عندما أريد دراسة الذرة، أوكي، وعندما أضيء الذرة، يعني عندما أستعمل أي شيء لدراسة الذرة، فسوف أستعمل تأثير خارجي، وهذا التأثير الخارجي سوف يغير الحالة التي أنا أريد دراستها. وبالتالي هذا يجعلني في مجال في موقع أو موقف صعب أن الجسم أو النظام أو السيستم الذي أريد دراسته يجب أن أستعمل شيء وهذا الشيء هذا يعني الإكسترنال إنتراكشن لازم تكون أقل تأثيرا أو أقل ما يمكن في تأثيرها على هذا الجسم هذا وإلا الجسم هذا سوف تتغير حالته وبالتالي سوف أخسر الهدف أوكي اللي هو الجسم اللي كان في حالة غير مثارة الفقرة هذه هي مراجعة إذا تعتبر مهمة إذا نشوفه مع بعض Any distribution of electric charges and currents produces electric and magnetic fields that vary with distance in a characteristic fashion okay إذا عندما أتحقق من الdistribution النهائية okay إذا ممكن نوصل إلى الdistribution للشحن أو الdistribution الأصلية It is customary to assign to the charge and current distribution an electromagnetic multiple moment. Multiple معناه بعدة رتب أو عدة أقطاب. Okay, pole, قطب, multiple, أقطاب. Associated with each characteristic special dependence. مثلا واحد على R تربيع electric field arises from the net charge. Which we can assign as the zeroth or monopole moment. إذا نشوف مع بعض هذه بالطبع الحقل الكهربائي اللي درستوه في الإلكتروستاتيك في السنة الأولى أوكي وهذا الحقل اللي هو الإلكتروستاتيك فيلد جاي من وجود الشحنة إذا نقول أنه مثلا point charge Q تعطيني حقل كهربائي اللي هو 1 على 4 باي إبسيلون 0 أوكي مضروب بQ وتقسيم R تربيع هذا هو الحقل الكهربائي إذا هذا الحقل الكهربائي الأول أوكي أو الصنف الأول نعطيه إذا البول زيرو أوكي نعطيه بول زيرو إذا القطب بتاعه يساوي صفر أوكي وبعد ذلك نقوم بعملية 2 أوس القطب يعني نعمل 2 أوس زيرو وهذا يعطيني إذا واحد وهذا نسميه مونوبول مونو معناه واحد قطب واحد مونوبول مومنت أوكي بعد ذلك عندما ناخذ شحنتين اوكي عندما ناخذ شحنتين هذه الشحنتين هذه اللي هي الدايبول اوكي
سوف تؤثر وسوف تنشئ أيضا حقل كهربائي، وهذا الحقل الكهربائي سوف يكون بدلالة 1/R3 وليس 1/R4. أوكي، هذا أيضا مهم، ربما يطلب مراجعة، ولكن يكفينا أن نراجع بهذا الكيفية هذه. إذن arises from the first or dipole moment. أوكي، dipole. إذن هنا القطب يساوي 1 واثنين أس 1 يعطيني 2، إذن هذا dipole moment. بعد ذلك ممكن نمر إلى الأقطاب الأخرى. إذن 1/R4 جاي من 3. electric field arises from the second or quadrupole moment. لماذا quadrupole؟ quadrupole إذن قطب 2. أوكي، قطب 2 واثنين أس 2 يعطيني 4، إذن quadru 4، إذن quadrupole moment إلى آخره. The magnetic multiple moments behave similarly، معناها عندهم نفس السلوك. أوكي، with the exception، إذن في الكهرباء بالطبع لدينا وجود الشحنة الكهربائية، ولكن في المغناطيس ليس هناك شحنة مغناطيسية. أوكي، ذكرتكم أن الإلكتروماغنتيزم جاي من أن ظاهرة الكهرباء وظاهرة المغناطيس هما الجانبين من نفس الظاهرة. أوكي، ولهذا السبب إذن لغاية الآن لم يحدد وجود شحن مغناطيسية. الظواهر المغناطيسية جاية من تحرك الشحن الكهربائية. الشحن الكهربائية عندما تتحرك هي اللي تعطيني حقل مغناطيسي. إذن بما أنه ليس هناك وجود أو لم يثبت وجود شحن مغناطيسية، إذن الماجنتيك مونوبول ليس له وجود. أوكي، رياضيا ليس له وجود. إذن ماجنتيك مونوبولز either do not exist or are exceedingly rare. And thus the magnetic monopole field, اللي هو 1/R², does not contribute. Electromagnetic theory gives us a recipe, يعني الكيفية, for calculating the various electric and magnetic multiple moments, and the same recipe can be carried over into the nuclear regime using quantum mechanics. By treating the multiple moments in operator form. Okay, إذن هذا مقدار فيزيائي, المومنت, العزم, أي قطب كان. أوكي، القطب الأول أو الثاني أو الثالث، أي قطب كان هو عبارة عن كمية فيزيائية, it's a physical quantity, وبالتالي في الفيزياء الكمية هو عبارة عن operator, and calculating their expectation values for various nuclear states. إذن عندما يكون عندي نظام, النظام هذا في حالة معينة, it's a nuclear state, النواة تاعي في nuclear state معين, النواة هي النظام، وبالتالي نطبق الأوبريتر على هذا الحالة هذه ونحسب قيمة الأوبريتر في تلك الحالة ونتحصل على الـ expectation value أو القيمة المتوقعة عندما نظريا عندما نقوم بقياس تجريبي. These expectation values can then be directly compared with the experimental values we measure in the laboratory. بصورة عامة ليس هناك لزوم أن نحسب الـ distribution أو الـ moments لأقطاب عالية، سوف نكتفي بالرتب الأولى. أوكي، 1 2 يعني الـ dipole بالنسبة للماجنتيك والquadrupole بالنسبة للإلكتريك. أوكي، هناك أيضا قاعدة على العزوم هذه اللي جاية من بالطبع من عملية الباريتي أو السيمتري للنوكليوس. سيمتري للنوكليوس معناه كيف يتفاعل مع عملية الباريتي. It is directly related to the parity of the nuclear states. Each electromagnetic multiple moment has a parity determined by the behavior of the multiple operator when R is changed to minus R. Okay؟ والآن الباريتي تمشي مع قيمة القطب. أوكي، إذن هذه العملية لم نثبتها، إذن نأخذها كنتيجة عامة. The parity of electric moments، إذن العزوم الكهربائية، إذن تمشي بالقاعدة minus 1 أس L. أوكي، هذا ال L هذا هو القطب. أوكي، it is the order of the moment أو القطب. أوكي، إذن L يساوي 0، نذكركم القطب 0، إذن 2 أس 0 يعطيني 1، مونو، 1 مونو، مونوبول. L يساوي 1، إذا 2 أس 1 يعطيني 2، 2 داي، أوكي؟ داي معناها 2، دايبول. و L يساوي 2، 2 أس 2 4، إذا 4 كوادرو، كوادروبول. هذه بالنسبة للإلكتريك مومنت. للماجنتيك مومنت الباريتي هي سالب 1 أس L زائد 1، أوكي؟ إذا شايفين لنفس القيمة لـ L، مثلا L يساوي 1، أوكي؟ الإلكتريك سوف يكون فردي والماجنتيك سوف يكون زوجي. أوكي، يعني يتعكسوا.
إذن when we compute the expectation value of a moment يعني نريد حساب قيمته القيمة التي نأمل نتحصل عليها في القياس we must evaluate the integral اللي هي integral psi star الoperator مضروب بساي dv okay dv معناه عنصر الحجم ولازم نحسب نعمل هذا الحساب على حجم النواة okay وo هذا هو الالكتروماغنيتيك operator okay The parity of psi itself is not important because psi appears twice in the integral. Okay, parity لل wave function ليست مهمة هنا. Okay, لأنها تظهر هنا وتظهر هنا. The parity لل psi star هي نفس the parity لل psi. Okay. If the operator has odd parity, okay, إذن the integrand يعني هذا اللي هو the argument لل integral is an odd function of the coordinates and must vanish identically. اوكي لماذا لانه الانتجرال هذه سوف تكون على الحجم النواة اوكي وبالتالي اذا كان داله فرديه الانتجرال تاعها تذكروا يعني عندما تكون داله فرديه مثلا كوساين عفوا الساين اذا عملتوا انتجرال لساين على بيريود واحده فالانتجرال تاعها تساوي صفر اوكي اذا لهنا نفس التعميم إذا كانت الدالة فردية إذا كان إذن الأوبريتر فردي البساي ما يهمش إذا كان الأوبريتر فردي الانتجرال هذه تعطيني صفر أوكي وإذا كان زوجي الانتجرال هذه لا تساوي صفر Then the integral the integrand is an odd function of the coordinates and must vanish identically Thus all odd parity static multiple moments must vanish Electric dipole, magnetic quadrupole, electric octupole إلى آخره اوكي نذكر الكتريك دايبول اذا نرجع لهنا ال يساوي 1 للدايبول ماينس 1 اس 1 يعني فردي اوكي ايضا الكتريك اوكتوبول معناه ال يساوي 3 2 اس 3 8 8 هو اوكتا اوكي اوكتوبول اوكي وال يساوي 3 معناه ماينس 1 اس 3 معناه فردي نشوف الماجنيتيك كوادريبول اذا ال يساوي 2 ونروح للباريتي للماجنيتيك كوادريبول 2 زائد 1 3 اذا فردي اوكي اذا كل الحالات الفرديه المغناطيسيه تعطي الصفر وكل الحالات الزوجيه الكهربائيه تعطي الصفر وبالتالي هذو لن نستعملهم اوكي الالكتريك دايبول ما نستعملوش الماجنيتيك كوادريبول ما نستعملوش الى اخره الان اذا رجعنا ل ال يساوي واحد عفوا ال يساوي واحد اذا الكتريك دايبول ما نستعملوش ولكن الماجنتيك دايبول نستعمله لانه ماجنتيك دايبول زوج الاوبريتر زوج اوكي فيما يخص الكوادريبول الماجنتيك كوادريبول ما نستعملوش ولكن الالكتريك كوادريبول نستعمله لانه زوجي اوكي ولا نهتم سوف نتوقف هنا نتوقف فقط في الدايبول اذا سوف ناخذ الماجنتيك فقط وسوف نتوقف في الرتبة 2 الكوادريبول وناخذ الكهربائي فقط